جزيلا على الحضور ديالكم اليوم. كنتلقاو لي النهارده في اطار ايام تحسيسيه اللي يتم تنظيمها باقليم يوسفية، واليوم بالضبط على صعيد مدينه الشماعيه والدائره ديال الحمر. نلتقي جميعا كنبداو هذه الايام التحسيسيه في اطار تنزيل ديال برنامج اوراش الشق المستدام. حاضرين معنا الاخوان اللي ارتئينا انه يتصل معنا في هذه الجلسه هذه، يكونوا جوج ديال الشقين، شق مخصص للشركات والمقاولات مع الساعه 10 ابتداء من الساعه 10، وواحد الشق اخر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية جمعوية للجميع رؤساء رئيسات جمعيات المجتمع المدني بإقليم اليوسفية مدينة الشماعية. احنا اليوم الحمد لله تم إعطاء انطلاق ديال برنامج أوراش في شقه المستدام، وكان بحضور السادة السيد باشا مدينة الشماعية والسيد رئيس الدائرة، والحمد لله كنشكرهم من هذا المنبر على مثل هذا ورشات تحسيسية اللي تم الاستفادة ديالها من مجموعة ديال الجمعيات وتعاونيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المقاولات المتضررة في ظل جائحة كورونا. والحمد لله أننا خدينا مجموعة من المعلومات اللي كتأهل مجموعة ديال الجمعيات والتعاونيات اللي غيدخلوا الحمد لله في الشق ديال تشغيل الفئة المتضررة من هاد الجائحة ديال كوفيد 19. الشكر الجزيل لجميع الحضور الكريم. كنشكر الناس ديال لانابيك والمدير الاقليمي ديال لاسينيسيس على التوضيحات اللي تمات، وعلى الاستجابه ديال مجموعه ديال التعاونيات وديال الجمعيات لهاد المعلومات اللي كانت ناقصانا بالمنطقه. وكنشكروا الناس ديال الصحافه اللي اثروا معنا هاد الورش هذا، وكنتمنوا بان نزيدوا نتاثروا باش نوصلوا ان شاء الله النتيجه بخصوص تنزيل هذا البرنامج الاجتماعي. ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم، تحياتي للجميع. كرم مصطفى رئيس جمعيه غيت، بصفتي كرئيس جمعيه حضرت لهذا اللقاء هذا اللي كان صراحه لقاء مثمر. من طبيعه الحال هذه اللقاءات هذه هي ممتازه وجيده، لان كنتقاسموا فيها افكار وكنعرفوا فيها، هي بمثابه بين قوسين لقاءات تكوينيه. كنتمنى باش انه هذه اللقاءات تكثف، لانه حتى الجمعيات حتى هي كنعرفوا بانه اغلبيه الجمعيات ما عندهاش، لا الرؤساء الجمعيات او المكاتب الجمعيات ما عندهمش تكوينات كافيه. بحال هذه اللقاءات هذه كتزيد من التكوينات ديال رؤساء الجمعيات، كتزيد تخلينا اننا نتناقشوا نقاش بناء. من طبيعه الحال كانت بعض النقط التي اثيرت اللي كان فيها الجدل، من بينها التشغيل بالنسبه للجمعيات، واش عندها
عندها الحق ولا لا، واش الجمعيات عندها، واش الجمعيات عندها صفه او طابع ربحي او لا طابع تطوعي. من طبيعه الحال كنعرفوا الجمعيات عندها طابع تطوعي، فاللي كنتمنى انه تكون هاد النقاشات اللي في هاد اللقاءات هذه تخاد بعين الاعتبار، وانه إلا كان شي تغييرات في القوانين ديال تأسيس الجمعيات تكون تغييرات بما يتماشى مع هاد المستجدات هذه. ومن طبيعة الحال هذا البرنامج ديال الأوراش ف عندنا عليه بزاف ديال 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 التعليقات، ونتمنوا انه هذا البرنامج يحرك شويه الاقتصاد، ولما لا تبقى هذا برنامج أوراش يبقى بشكل دائم، لانه باش نجيب شاب ونخدم معايا 3 شهور ومن بعد نقول له سير، فهذا ماشي ربما شويه قاسحه. كنتمنى باش انه أوراش تكون تقريبا مستدامه، ماشي عام او لا عامين او لا 3 سنين، باش تكون بشكل دائم، وان ما يخرج منا الشاب حتى يوقف على رجليه بهذا المعنى. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.